السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده توضيح للطفل المفروض ياخد فونكس علشان يقرأ أي كلمة ويوصل لمرحلة القراءة الممتازة جدا جدا. والطفل مش هيوصل لمرحلة القراءة والنطق كويس إلا عن طريق كورس فونكس. طب يا مستر، ناخد كورس فونكس جولي فونكس ولا أكسفورد؟ جولي فونكس لوحده فقير وأكسفورد لوحده فقير، لازم الاثنين يندمجوا على بعض ونحط كمان عليهم الصبغة المصرية زي الكورس بتاعي بالظبط إن شاء الله. دلوقتي هنا هتقرا الكلمات، تشوف النطق عامل ازاي، وليه الطفل المفروض ياخد فونكس عشان يوصل للمرحله دي من القراءه. تمام، هنا هتقرا معاك القصه دي وتحل الاسئله. تمام. Hello, I'm Hannah. Today I will talk about friendly faces. Number one, this man is a bus driver. Hello, my name is Dave. This is my bus. Okay. Number two, this is Tina. She is a teacher. Hello, I am Tina. This is my classroom. Hello, Tina. Number three, this is Pop. He is a policeman. Hello, I am a policeman. This is my bicycle. This woman is a nurse. My name is Nancy. I am a nurse. Pete is a pilot. Hello, my name is Pete. This is Dot. She is a doctor. Hello, I am Dot. Okay, hello Dot. This exercise. Dave is bus driver. Let's look. True, Dave is a bus driver. Number two, Tina is a teacher. Let's look. True. Tina is a teacher. Number three, Beat is a doctor. False. Dot is a doctor. She is a doctor. Nancy is a pilot. False. Nancy is a nurse. Pop is a policeman. Policeman. True, he's a policeman. Dot is at others. True. No. Dot. Dot is the doctor. A doctor, a nurse. Oh, I'm sorry. False. Right, she or he? Bob, he is a policeman. Number two, Nancy, she is a nurse. Dave, he is a bus driver. Tina, she is a teacher. Dot, she is a doctor. Beat, he is a pilot. Thank you, Sana. الفونكس مهم جدا جدا يا جماعه. الطفل بيقرا اي كلمه زي ما انتم شايفين كده بنطق كويس. احنا بندرس في الفونكس شورت فاولز، لونج فاولز، دايجرافز، حروف مركبه، حروف السايلنت، كمان قواعد النطق الامريكي اللي تخلي الطفل يقرا كويس. دلوقتي بتشوف شايف البنت بتقرا ازاي بالنطق كويس جدا جدا. هسيب لكم الرقم بتاع الواتس تحت في الوصف علشان لو حد حابب يحجز معانا كورس الفونكس ان شاء الله هيبدا في اول 6 باذن الله تعالى. واجبات ومتابعه متاح الكورس زوم، ومتاح كمان بس مباشر عشان تحتفظ بالمحتوى مدى الحياه. للتفاصيل كامله هسيب لك رقم الواتس تحت في التعليقات. شكرا. ثانك يو سنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هيكون استغلال كويس جدا جدا للاجازه باذن الله لانه هيخلص قبل الدراسه. ما ينفعش تسيب ابنك
الفتره دي كلها كده من غير لا احنا هناخد كورس فينيكس نحسن المستوى عشان المنهج الجديد، وفي نفس الوقت كمان هنستغل الاجازه وابني ما يبعدش كليا عن الدراسه عشان ما يأثرش مستواي. السلام عليكم.